مشاهدينا اهلا بكم في هذا البث المباشر من منطقة عين حرودة باتجاه الدار البيضاء. كتب معنا امطار الخير تتساقط في هذه الاثناء على العاصمة بالعاصمة الاقتصادية. الله يعطيها لنا يا ربي على قد ننفع. كنقولوها يعني حاولوا ملي كتكون الامطار نسوقوا بالمهل، ما نتهوروش ونحاولوا تكون مسافة الامان. سبي كلاص كذلك نخدموهم يكونوا مزيانين ان شاء الله كل شيء يوصل للبيت ديالو بسلام باذن الله تعالى، لان شويه الطريق كتكون كيكون الانزلاق راه حنا عارفين في الوقيته ديال الشتاء. يعني المهم عندنا نتعطلوا واحد شويه ماشي مشكل، المهم نوصلوا سالمين ان شاء الله للمنازل ديالنا. الله يرزق الصحه والسلامه ويعطيها لنا على قد ننفع. الحمد لله فرحانين بهذا الشتيوة، واكيد الفلاحه غيكونوا فرحانين اكثر، ونتمنوا يا ربي موسم فلاحي يكون جيد باذن الواحد الاحد. شتي وهي الحمد لله والشكر لله. نتمنى يا ربي هذا الخير يعم ربوع المملكة يا ربي. نتمنوا الام اللي كتعاني من مرض نفسي اللي خرجت من الدار في دوار الحجر نيت وما رجعاش، نتمنى يا ربي ترجع للمنزل ديالها، الابناء ديالها في واحد الحاله اللي هي صعيبه، الزوج كذلك هذه 9 ايام باش خرجت من الدار وحتى خبر ما عليها. نتمنوا الخير يا ربي، كذلك نتاخذوا الاحتياطات اللازمه ديالنا. عندنا الحصيلة ديال المتحول الجديد 28 حالة مؤكدة مصابة بالمتحور اوميكرون. الله يلطف بنا يا رب، يعني ضروري من التدابير الاحترازية، وضع الكمامة بشكل سليم، استمرار على تعقيم الأيدي والتباعد الجسدي. هاد الأمور خلاص راه اعتدينا عليها. الله يحد الباس وخلاص، إن شاء الله تكون السنة اللي غنستقبلو يا ربي سنة خير. ما زلنا مش
مشاهدينا بعين حرودة. كانت جولة خفيفة بعين حرودة، والآن بطريق السيار اتجاه دار بيضاء. تعليق: الحمد لله على هذا الأمطار، الحمد لله، الله يعطيها لنا على قدر النفع يا رب. شكرا للتعليقات ديالكم، شكرا المتتبعين الاوفياء. ودائما كنقول احنا 24 ساعة معكم، عينكم التي لا تنام، كنقربكم من الاجواء، الاحداث كتوصلكم على وجه السرعه. وبالمناسبه نتمنوا حد موفق للفريق الأخضر غدا إن شاء الله، مباراة النهائي كأس فيبر اللي غيلعبوا إن شاء الله ضد فريق الأهلي المصري على الساعة 6 مساء. حد موفق
وجع بيضاوي. صراحة ملي كتصب الشتا كيكون واحد الجو رائع. أكيد كاين بزاف الناس اللي كيعجبهم هذا الجو، كاين اللي كيعجبهم الصيف كثار، كاين اللي كيعجبهم الشتا كثيرة. الشتا سبحان الله كتحسس بواحد الأمان، كتنقى الدنيا، الخاطر كيتفاجأ كيف كنقولوا بالدارجة ديالنا. غير الله يعطينا على قد النفع. وما نساوش كاين بعض الله يحسن العوان الناس اللي عندهم القطرة، اللي ساكنين في الدواور في دور الصفيح، شوية كيعانيو في هذا الموسم، ولكن الشتا ضروري جعلنا من الماء كل شيء حي. مشاهدينا كانت هذه جولة خفيفة، قربنا لكم من الأجواء كيف راها بمنطقة عين حرودة، كذلك الدار البيضاء. نتمنى يا ربي هذا الخير يعم ربوع المملكة بإذن الله تعالى. دائما كنقول الله يعطيها لنا على قد النفع، ويا ربي يزول علينا هذا الوباء، وإن شاء الله بإذن الله تعالى هاد الأيام والقلائل اللي بقات باش نودعوا 2021 ونستقبلوا إن شاء الله 2022. يا ربي تكون أيام خير وفرج على الجميع بإذن الله تعالى، وتكون سنة 2022 سنة خير وبركة وصحة وعافية يا رب، ورزق إن شاء الله ونجاح الجميع بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.